شكا أهالي منطقة القوسيات في الجانب الأيسر من مدينة الموصل انعدام شبكات الصرف الصحي منذ سنوات، مؤكدين أن منطقتهم تغرق في فيضانات مع كل فصل شتاء. وأكد أهالي القوسيات أن منطقتهم منكوبة خدميا وتشكو من انعدام تام للبنى التحتية، وأشاروا إلى أن مع كل فصل شتاء تغرق منازلهم بالمياه ويتكبدون خسائر مادية جسيمة، لافتين الانتباه إلى أن عند مراجعتهم للدوائر البلدية في الموصل فلا يجدون جوابا شافيا، وأن تلك الدوائر تتقاذف المسؤولية فيما بينها، وتؤكد لهم أن المنطقة ليست ضمن الحدود الإدارية للمدينة. نخاف لا تجينا المياه، هم الأسعار بهدلوا، شفتوها يمكن على التلفزيون، فيضان يعني يخوف. واحنا نعمل ان يسوون هاي المجاري، يسوون حل المشكله هذه. احنا ليش دائما خايفين؟ علوان مثل ما يقول يجون يشوفونا ينظروا علينا بعين العطف. هاي ليش هيجي؟ ليش ما يسوون مجاري؟ ليش الناس جايه تبلط الشوارع على حسابها؟ هاي الافرع ليش؟ ليش الدوله ضعيفه؟ ما حقيقة يعني خدمات ما عندنا، احنا نروح على الدوائر الخدمية الموصل يقول انتم خارج حدود البلدية، انتم ما تابعين لنا، انتم تابعين لتلكيف، نروح على تلكيف على السيد القيم مقام على الدوائر الخدمية يقول انتم القوسيات مو تابعين لنا، انتم ما يعني هذه المشكلة احنا نعاني منها.